السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لايكات لايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. والسداري بوكريشه اللي كنشر لكم التفاهه والسخط عقوق الوالدين، كنلقاو عنده اللايكات بزاف والتعاليق بزاف، وحنا اللي كنتحاربوا معاه ما كديروش لنا لايكات. ديروا لايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. وغندوزوا للموضوع اللي هو سعاد صالحات هي السداري بوكريشه في الخاص مصالحين، وكيضحكوا علينا وكيخليونا حنا كنطلعوا كنحاربوا معاهم في يوتيوب ومصالحين وكل شيء. خوتي راه ما كاين لا صلح لا والو، هادو القنوات الاخرين ما لقاوش علاش يهضروا اليوم. خارجين كيقولوا راه سعاد صالحات وكاين الكواليس وراه مصالحه يوسف الداري بوكريشه، حيت شافوها دار داك اللايف وتعاطفات مع بنتها واحد شويه، كيحسب لهم بصح راه تصالحوا. خارجين كيطبلوا حتى ما عندهم ما مصداقيه لا والو. الموضوع اللي لقاو كيهضروا فيه ما كاينش اللي كيعطي من الحصري، راه كيطلعوا يديروا فيديوهات. المهم ما كاين لا صلح لا والو. دابا غندوز للبرهوشه الصغيره اللي خرجت هي كتجبه، وغادي نوجه واحد العتاب لسعاد، ماشي عتاب، واحد النصيحه لسعاد. شفتي سعاد، الا ما درتيش المساطر ديالك القانونيه ودرتي شكايات على ان بنتك الصغيره ترجع عندك، فكوني اكيد داكشي اللي دارته لك يسرى راه ما دارت لك منه، غادير لك الدوبل ديالو 10 المرات هاد البنت الصغيره. وهانتي قولي قلت لك البنت الصغيره غادي تشيبك الشيب اللي اكثر من ديك البنت، اكثر من يسرى. شي يسرى خرجات وعيرات في اليوتيوب وضربت فيك وهادشي، البنت الصغيره غتخرج اكثر منها. الا بقيتي طالقه لها اللعب بحال ما هكا وعاطينا اليوتيوب دير فيما بغات، عوج دراسكم للحرب معاها، عوج دراستك لواحد الحرب مع بنتك الصغيره. لفعه صغيره جايه طالعه، لفعه كبرى جايه صاعده، هي بنتك الصغيره بالحق اللي فيها والسم اللي فيها. وماشي بعيد البنت الصغيره تكون كتعاطى المخدرات، حتى الطريقه باش كتهضر في الفيديوهات ماشي طبيعيه، البنت كتضحك شويه كتسكت بحال شي حمقى. البنت خاصك تنقضي بنتك، لا الا فعلا كتبغي بناتك سعاد نقضي بنتك، ديري شكايه بنتك، يا اما ترجع عندك يا اما تمشي للاصلاحيه، حيت الا بقات مع الاب ديالها راه في خطر. سيرتو الا درتي لهم في الشكايه ان البنت مغتصبه وخارجه وكيزغرت وكيصلي على النبي، والبنت الصغيره كتخرج كتضرب فيك. هي راه درت فيديوهات على ديك المره ضربت فيك، واليوم خارجه البنت الصغيره البرهوشه الصغيره لان برهوشه خارجه كتضرب في القنوات المنتقده وكتوصفهم بالكلام وكتضرب فيهم. شوفوا دابا كتضرب في القنوات الاخرين وكتسب فيهم، ملي نوضو حنا نتاقدو ولا نهضرو عليها يقول لك لا حقها قاصر. شو المعادله كي دايره؟ هي تخرج دير فيديوهات تعاير القنوات، المراه كدمها كتقول لها الكلبه، عاير تناقد المنتقدين كتقول لي منشراوط منتكاشط، وينوض هو ملي كيسبهم هو عارف انه هو فمو راسليط، راه ما غاديش يسكت لهم على هذه الكلمه ما غيدوزهاش لهم. هو اللي كان كيلبس تكاشط خدام على والديه، راجل بكتافو كيتباك انتي باك لي ديوتي، كيبيعو الشيء باللحم ديالكم، كيبيع المؤخره ديالكم في اليوتيوب باش يجيب لكم ما تاكلوا الحرام. اللي كتهضري على الحلال والحلال والحرام وانت باقا ما حكيتش ليكوش من قزيبتك، قاعد تعرفي الحلال من الحرام. كون كنتو تعرفوا الحلال من الحرام ما تاكلوش داكشي اللي كيدخل لكم باكم ديال الحرام. باك شنو هو شنو المحتوى ديال باك؟ هو كيبيع في المؤخرات ديالكم وفي مصاصتكم في اليوتيوب، هذا هو المحتوى ديال بوكريشه، ما عندو حتى شي محتوى مدلول ديال الخلا ديوتي بيتوتي. نتوما اللي الاب ديالكم والله ما يكون هو يلبس تكاشط في اليوتيوب وخدام على والدي ومرضي والديه، ولا باه يبغي يدور حداه بالقريصين ويولي يضرب في الام ديالو. كون من مرضى اللي مرضي ناقد المنتقدين ما مرضيش حتى واحد، حتى شي واحد في قبيلتكم ما مرضي بحال داك الرداق ولا مرضي ناقد المنتقدين. خليو ما عارفينش نتوما الكواليس وما عارفينش الخاص كيفاش كيتعامل مع والديه والرضا اللي مرضي مع ميمته، الله يخليها ليه. وتنوضي نتيا بروشه ديال الخلا تقولي ماشي راجل، ايوا سيري جربي واش راجل ولا ماشي راجل، سير وهادشي اللي بقى، هادا هو المصطلح اللي خاصنا نقول لك ماشي راجل. اذا فايت مجربه ملي كتحكمي عليا واش راجل ولا ماشي راجل، وسمحوا لي على هاد الكلمه خوتي، لان هادو فاتوا الخطوط الحمراء بزاف. نوضوا يوصفونا بالكلاب الضاله، ما خلاو ما قالوا فينا ملي كتنتقدوهم حق الله راه قاصر. ما غاديش نراعي عليهم على وجه السعاد من الاخر، انا ما كنعرف حتى شي واحد هنا كنتاقد داك المواضيع اللي خاصها تنتقد. سعاد عزيزه وغاليه، ولكن بناتها فاتوا الخطط الحمراء ديك المره. عاوتاني يسرى راه كانت خرجات وضربت في ناقد المنتقدين، ملي جاوبها وقصح معاها ناضوا ناض القيامه وناضوا اللايفات وناضوا الفيديوهات، لا على شي عاير هي قاصر. وما نسيتوش شويه البوست اللي كانت دارت عليه وكتبت منتكاشط مع شنو كتبت عليه تما، لا هما دوك كيبقاو قاصرين واخا يديروا اللي بداروا كيبقاو قاصرين. وملي تنتقدوا ما تهضر عليهم، لا ما تهضرش عليهم، كتنوض القيامه وينوض الجمعيات ديال المرقاويين كينوضوا حتى هما، لا وهادي وكلنا والطفوله. وعلاش ايه ما هضرتوش عليها؟ علاش ايه ما هضرتوش على الموضوع ديال ايه ودابا هادو كتهضروا عليه؟ هادشي اللي بغيت نفهم انا، هادي ما تفهمهاش ليا، ايه ما كتهضرش عليها وهادو يديروا ما بغاو، هادو يديروا ما بغاو في اليوتيوب يخرجوا. الى قاصره بنتي ما بغيتش الناس يهضروا عليك
سيري تكمشي ودا في قرايتك. هذه اللي كنعرفها انا قاصره وباقا صغيره، دا في قرايتك حيت الحظ ديال اليوتيوب راك ما تقدريش عليها، راه غيوصلوا معاك شي وحده راه ما يبقاو يحترموا فيكم حتى شي واحد، راه غيشرشموكم. كتهضري على الحلال والحرام، قالت لك حقا قنوات المنتقده فلوسهم حرام، وكيهضروا في اعراض الناس وانت اللي كتخرجي فيديوهات وكتضربي في الام ديالك فلوسك حلال. انت راك سخطوا الحرام جوج وطابله المخزن، ثلاثه عندكم نتوما، سخطوا الحرام وطابله المخزن ما كاينش. حنا بعدا راه نقولوا الحرام، حنا راك نهضروا ماشي النميمه، كنهضروا بنادم في وجهه. النميمه تهضر في الواحد في الغيبه ديالو، حنا كنعطيوكم في وجهكم، ما كاينش النميمه، كنعطيوكم في الوجه. النميمه هي اللي كتهضر في شي واحد اللي ما كاينش معاك في الغيبه ديالو، حنا كنعطيوكم في الوجه ديالكم. هذه هي كنعرف، هذا هو انتقاد، ماشي انت طلعي تجبي كلك لك عكورات وكل لك ما عرفت شنو هو الضرب في الام ديالك. تنتقدو قالت لك لا الكلاب الضاله، باك هو الكلب الكبير وباك هو الديوتي الكبير، قبلت الديوتيين. اشنو هو المحتوى؟ بغيت نعرف اشنو هو المحتوى ديالكم. اعراض الناس، هذا هو المحتوى ديالكم، اعراض الناس. وكما قلت لكم وغنعاود نقولها لكم، هذه لفعه صغيره جايه كتربى لسعاد، لفعه صغيره كبرى جايه السم اللي فيها هذه والحق راه ما كاينش. شي يسرق ليه الدواء هذه اللي طالعه الا بقات مع الاب ديالها، الا ما لقاتهاش دابا في هذا اللاج اللي فيه وهذه اللحظه اللي غادا البنت كتضيع في واحد المتاهه وغادا تخرج على راسها، خاصك سعاد انك انت كتبغي بنتك تقدمي بهم شكايه على ان البنت ترجع معاك. بقى قاصر بزمنهم، خاصك انت تاخذي الحضانه وبنت تبرك معاك انت وتربي التربيه ديالك الحسنه، بحكم ان اختها الكبيره ضاعت، هذيك حسبيها مشات، هذيك ما بقاتش كتعتبرك انك حيه، كتضرب فيك عين بين وكتكلاشيك عين بين، هذيك حسبيها مشات. البنت الصغيره الا ما لقيتيهاش غادا تشربك كاس القطران، القطران غتشربو لك. البنت كيعمروا ليها، حيت البنت دابا كيأثروا فيها، كيوريوها الفلوس، كيوريوها الحريه، كيوريوها تلبسي كما بغيتي، مهم ضربي في الام ديالك، كيحقدوا على الام ديالها. حنا عارفين شي بنت ملي كتكون مراهقه، البنت تبغى تكسبها ملي تكون مراهقه، اعطيها الحريه واعطيها اللبس واعطيها دير اللي بغات، صافي راه كتكسبها، لان البنت كيكون ديك الساعه عقلها طايش، ما كتفكرش في المستقبل وما كتفكرش من القدام والسمعه ديالها وانها غتزوج وانها غدير اسره وانها خاصها دير المستقبل ديالها، ما كتفكرش في هذا الشيء، كتفكر غير في الفلوس وفي الحريه. هذا الشيء موفر لها، ديري بكريشه، ديري ما بغيتي، لعبي كما بغيتي، لبسي كما بغيتي، ديري قناه دابا راه كيحلب بها الفلوس، كيجمع هو ميمي يستغل بناته، ما خلى ما استغل، هذا استغل راسو، استغل مرتو، استغل المعاناه ديالو، استغل بناته، كيضحي بالغالي والنفيس من اجل الفلوس، من اجل البينغ، يدخل بينغ عليهم وما سوقوش، ديروا اللي بغيتو. لهذا سعاد تحركي، الله يرحم لك الوالدين، هادشي راه ما كيضحكش، حتى كيبكي الا فك ما تنقضي راسك وتنقضي البنيه ديالك، نقضيها جيبها لعندك. اما الاخرى راه مشات صافي تقريبا 18 عام، غتقرر راسها يا اما الدول الاصلاحيه يا اما تمشي لحبيب بيس، لان السيده اخرى الفيديوهات ديالها خاصها ما تيليشارجاو، وحتى الفيديوهات ديال بنتك القاصره اللي يلاه دابا خارجه بطن الزهره خاص الفيديوهات ديالها تيليشارجاو ويداروا مع الشكايات. شو البنت كانت كتقرا وتيليشارجيت الفيديوهات اللي كانت قالت فيهم انا ما بقيتش كنمشي للمدرسه، انني يومين مع 3 ايام ما قريت، تيليشارجيهم تما وهزيهم، وديك الساعه قدميهم، قدميهم شكايه باش هاد البيتوتي خاصو يوقف عند حده، خاصو يوقف عند حده. والبنات اللي هما قاصرين يحيدوا اليوتيوب من الاخر ولا يشدوا الطريق مزيانه، المحتوى ديالهم راه صافي راه عيقوا بزاف، وخمسات القنوات خدامين بهم مع الموضوع ديالهم سخط ضرب الاعراض، هذا هو المحتوى ديالهم هما سخط عقوق الوالدين، سبان ديال سعاد، سبان يسبوا فمهم، واش هذا المحتوى هذا؟ من الاحسن سعاد تقدم شكايه وديهم يتربوا فين يتربوا، المخزن يربيهم، اللي ما رباوش والديه يربي المخزن. شحال من واحد راه كان شمكار وكان سكيري وكان ما عرفتش كيدير، دخل الحبس ولا دخل الاصلاحيه خرج هو هذاك خرج مقاد. حنا عندنا المؤسسات السجنيه كيربيو بنادم اللي ما مربيش يعاودوا ليه الترابي بزمنه يتربى. واش ما علامة الساعة هادي؟ وراه علامة الساعة عباد الله، بنت باقا صغيرة 15 عام باقا ما قد خرجت هي دايرة فيديوهات على الأم ديالها، لا والأم ديالي ما صدقتيش ولا هادي ولا هادي، حيت ما صدقتش، حيت كانت عطاتكم الحرية، حيت ما عطاتكمش العصا ملي كنتو صغير، قلت الترابي هادي، هادي الحرية وقلت الترابي وقلت الدين، قلت الإيمان، قلت الدين كتلعب دور كبير في هادشي، كون كانوا متربيين على واحد التربية حسنة والدين ديالنا شنو كيقول والاسلام ديالنا شنو كيقول ما غاديش يديروا هاد الحاله. هادو مربيين مع الاب ديالهم، ما مسوقش ما حاجه الصلاه واش كيصلي، ما مسوقش ليهم ديروا اللي بغيتو، عنده كلشي عادي، باغي يعيش واحد العيشه اللي ما كايناش. الكور ما كيديروش هاد الحاله، شتي الكور ما كيديروش هادشي، كيجي هادشي بيزار ليكم نتوما. الكور ما كيضربوش في الوالدين ديالهم، هي كتوصل 18 عام كيمشيو يخدموا على راسهم، ولكن كيبقى عندهم ديك الصله ديال الرحم ما بين الوالدين، ماشي بحال
حنا اللي خاصنا نكونوا معروفين بالاسلام والدين ديالنا، العائله وصله الرحم ونتهلاو في والدينا وكيوصي عليهم الدين ديالنا. لا، هما خاصهم يتخطاو جميع الخطوط الحمراء، جميع الخطوط تخطاوهم هاد الناس هادو. ما فهمتش انا في كاين الجمعيات دابا، ما فهمتش الجمعيات الدور ديالهم فين هما. ملي كتهضر على شي قاصر كاين هضور الجمعيات، ولكن ملي شي قاصر كيدير يوتيوب ويضرب في الام ديالو ما كيبانوش الجمعيات. انا ما فهمتش فين هما الجمعيات هنايا، يوقفوا مع هاد الام سعاد المراه المظلومه وهاد البنات اللي خاصها تحيد لهم القناه، اولا كانوا دايرين قنوات نشوفوا شكون كيستغل الفلوس ديالهم اللي كيمشيو الفلوس ديالهم. وكاينين فيديوهات كيشهدوا ان البنات ما كيشدوش الفلوس، ان الاب اللي الاب كيدوز ليهم كل شيء. يعني هاد الاب كيتاجر بناته في اليوتيوب، كيبيع ويشري في اللحم ديال بناته في العرض ديالو. هذا هو المحتوى ديال هاد الاب، ديال الاب تاهو خاص باش يتربى. يعني هادشي راه زاد بزاف على حد والله. علاش انا بدا كيعصبوني هاد الفيديوهات ديالهم؟ ما فهمتش، ما فهمتش واش المتتبعين تما كيستفزهم بهاد الفيديوهات ولا لا. ودابا كما قلت لكم هادو راه شوف ما تسناوش واحد برا غيحبسوا من الفيديوهات، ولا ما غيعمرو ما يحبسوا لكم من الفيديوهات، حيت ولي الفوق خط الوالدين كيدخل الفلوس عندهم هما. بالنسبه ليهم هما الحرام، خاصهم يجيبوا فلوس الحرام، خاصهم يضربوا في الام ديالهم، خاصهم يخدموا بالسعاد كما بغاو، خاصهم يستغلوها، خاصهم يرمدوها. تبكي الام ديالهم ولا ما تبكيش، لدرجه ان البنت الصغيره شافت الام ديالها كتبكي في المدرسه وما مشات سلمات عليها، وجات للدار قالت الاب ديالها ما يشوهتني في المدرسه. من امتى كانوا الامهات كيشوهوا بينا؟ نهار غتخطى الام ديالك غتعود تقول يا ريت كون شفتها لحظه وحده، يا ربي يا ريت كون بقيت مع ميمتي كون ما يخطى راسها. حنا غير كنسافروا من مدينه لمدينه وعقلنا كيبقى مشطون على والدينا. الو في التليفون وما مقنعناش، ابل فيديو ما كتقنعناش، ما كرهتش نرجع لديك الحياه ديال شحال هادي ونعس لمي على ركبتها ونبقى تحك ليا راسي ونبقى نعس ذات النعس. والله ما كرهت نرجع لديك الايامات ديال شحال هادي، كانت لمه وكان بزاف. دابا بحكم القرايه حكم العمل كيفرقوا الناس، ولكن كتبقى صله رحم. كنمشي عندهم مره في الشهر، مره في شهرين، وكتجيني بزاف. شهر كيجيني بحال عام ما شفت والديا، وهذه اللي الام ديالها حداها عباد الله، والام ديالها كتبغيهم. والله الا سعاد كتبغيهم كيف كتكون تعاود عليهم في الخاص، تشوفوا سعاد تبقى فيكم. لا حول ولا قوه بالله، الله يهديهم الله يهديهم. وسعاد نوضي تحركي، نوضي تحركي، ديري الشكايات ديالك، خليهم يمشيو يتربوا المخزن يربيهم. السلام عليكم اخوتي.